ما حكم نكس المرأة يدها بالحناء؟ وذلك بأن ترسم على يدها الحناء أشكال زخرفية أو رسم وردة أو نجمة أو ما إلى ذلك، جزاكم الله خيرا. الخضاب مباح للمرأة في يديها وفيما جرت العادة بوضعه فيها على أي شكل كان مما جرت به عادة أهل بلدها، مما جرت به العادة فهو مباح والحمد لله، ولكن يجب عليها أن تخفيه عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. نعم.